كف حياتها. هلا انتم لما دخلتوا مجال الدعوه ايش الجهود اللي عملتوها في هذا المجال حتى توصلوا سيرتكم اللي حواليكم؟ هي بين بلشت الدعوه انه وقت اللي فتنا على فور شباب صار في معك الصحبه الصالحه على البيت اساسي، بس بدون شيء يعينك على انك تسافري وتطمحي انه تغيري ويكون في حماس غيرك عم يعمل هيك، انت لازم تعملي مثله احسن كمان وما تقتنعي باللي انت وصلتي له، لانه المسلم ما لازم يكون بالله قنوع بكل شيء انه بالدين بقنع، لا اقنع بالدنيا بس بالدين ما تقنع، يعني دلك تطمح باعلى واعلى. صحيح. فمن هون كانت هن كانوا يعملوا فعاليات بجدي دائما، وهذا الشيء كان يغيظني انقهر كثير انه ليش نحن لبنان لا ما في شيء، فحاولت انا ويسوره نعمل فعاليه صغيره. كانت فترتها فترة انه صعب شوي كلبناني بمنطقتنا نبين شيء انه اسلامي كثير متشدد، فممكن يقولوا هدول ارهابية هدول شيء، عندي اخين من خوف عليهم طبعا. قام البابا قالنا لا خلص تعملوا الفعالية بس عندنا بالبيت، لان الاهالي ما كانوا بيرضوا انه بناتهم يجوا على منطقة ثانية وهيك. عملنا الفعالية، كان وقتها الحرب على غزة وكان في دفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت اللي عملت الدنمارك حولت الإسلام، فنحن صرنا نحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وشو مزاياه وكيف لازم ندافع عنه، وما بالحكي بالفعل لما بنكون بسمته من مشية بنكون ماشيين على خطاه مثل ما لازم هو يكون، فهذا نحن عم نحيي سمته عم ندافع عنه، هيدا الدفاع، ما انه الدفاع انه والله اقول خطب بالجوامع وانا ما بعمل شيء بس انه احكي احكي احكي، لازم على ارض الواقع يكون هو الشغل. من هون في بنت خالي اسمها يسورة كمان قامت وتحجبت وصارت تبكي وتحجبت، كانت هي اول بنت وتحجبت وبعدها تحجبت اكثر من بنت وحطينا على التغطيه حطيناهم اكثر من اشارب كلياتهم صور لي. كثير حلو الله يكرمكم يا ربي. طيب بالنسبه نرجع لموضوع فور شباب، انتم كنتوا من البدايه مع منتديات فور شباب، ايش رايكم بمنظمه فور شباب كمنظومه شبابيه ككل، وايش تطلعوا انه كيف ممكن تخدموها وهي كمان تخدمكم؟ فور شباب كان يعني كانه ولد صغير وعم يكبر قدام عينيك شوي شوي، بيوقع بنطبط شوي بيرجع بيعلى، بيوقع بنطبط بس بيعلى، ونحن لازم ندنا يعني لو كان انه وقع بنطب ما نحن نوقف هيك ونطلع على الجانب الغلط فيه ونقول والله غلط هيدا، لا بطلع على الشيء المنيح انه جامعنا من كل البلدان على كلمة لا إله إلا الله وعم يحمسنا أن نشتغل، هذا بغار من هذا بيصير بيشتغل أكثر، هذا يعني هذا الحماس والتنافس، تنافس الصح يعني متعاونين لنتنافس لشيء للآخرة ما للدنيا، فلما بيكون تنافسك للآخرة فبيكون العمل أحلى وفيه لذة، لأنه الإيمان والطاعة إنه لما بيكون فيها تنافس ربك بيشاعرك بشيء حلو كثير، في مردود نفسي رائع من الرضا عن النفس. طب إيش تعني لك، إيش تعني لك منظمة فور شباب؟ فور شباب منظمة فور شباب هي فيني اقول عنها بيتي الثاني خلص، يعني مثل كيف بيتي هو الاسره اللي نمتني وكبرتني وهلا هي عم تنميني وتكبرني بمجال ثاني. يسر ايش تعني لك؟ فور شباب هي مثل ما بيقول شعار فور شباب القناة، فور شباب حنغير، هي فعلا عم تغير كثير، غيرتنا نحن من الاساس يعني من داخلنا بالاول قبل ما تغير كمظهر، بس غيرتنا من جواتنا، صار ساعدتنا اكثر اصلا على انه نلتزم، وهيك مثل ما قالت انه الصحبه بالمنتدى كان كثير لهم اثر، انه اثروا فينا وخلونا انه نتغير ونقدر نعطي اكثر لديننا قبل ما نعطي انه بس كمواضيع واشياء هيك بالمنتدى، لا صرنا اكثر قادرين نحكي بديننا، تفوزوا بالمجتمع اكثر وتوصلوا رسالتكم. الله ينفع فيكم يا رب. رساله بتوجهوها لاصدقاء فور شباب متابعه البرنامج كمان؟ فور شباب خلي الايمان قوي بقلبك لحتى لي تكون الهمه قويه، لحتى لي اذا كانت همتك قويه فراح تكون في عندك قدره لتغير هالامه، وان شاء الله يا رب على ايدينا وايدين اولادنا بنقدر نفوت على القدس ونصلي فيها كلياتنا. امين امين. يسر خلينا دائما مثل ما تعودنا فور شباب ايد واحده وقلب واحد، لانه بهذا الشيء راح نقدر نستمر ونقدر نقدم اللي نحن حابين نقدمه. امين يا رب، احنا وانتم جميعا الله ينفع فينا كلنا. شكرا لكم، تقبلوا منا الهدايا البسيطه من فور شباب. خليكم مرتاحين، تفضلي. وكانوا هدول صحبات قصة نجاحنا لليوم، صبايا حاولوا يستفيدوا من منتديات كانوا بيدخلوا عليها، أفكار وناس حواليهم شجعوهم على طريق الدعوة، ومنها انطلقوا لمجتمعاتهم، مع أنه مجتمع يعتبر من أصعب المجتمعات اللي ممكن أنت توصل فيه رسالة، لكنهم الحمد لله قدروا، وإن شاء الله كمان رح يقدر يوصلوا رسالة ويفرجوا لكل العالم الدين الإسلامي بسماحته وصورته الحقيقية. شكرا وتابعونا. زرعنا الأرض بورد وفل.
مرحبا فيكم صديقاتي المشاهدات. طبعا الفقرة اللي شفتها قبل شوية شفرة نجاح كانت مسجلة من قبل وقت ما كانوا روبو يسر هنا عندنا في جدة، فلا تنفجعوا لو شفتوا الشكل تغير. طيب الحلقة الماضية كان عندنا سؤال المسابقة اللي هو مين هي اللي ابتكرت برنامج أرشفة الدي ان اي وحاجات زي كده، فكان الجواب أشواق شعيب. طبعا اللي فازت هي رهف الهاشمي، اللي فازت رهف الهاشمي. نشوف ايش سؤال حلقة اليوم. ايش سؤال لها؟ سؤال حلقة اليوم انه اين اقيم مؤتمر المرأة، واللي كان رد على مؤتمر بكين اللي تحدثنا عنه بطيارة ورق. اين اقيم مؤتمر المرأة اللي كان رد على مؤتمر بكين وتحدثنا عنه بطيارة ورق. طيب استنى الاجابات على ايميل البرنامج من هون ليوم الجمعة وشاركوا معنا. طيب احنا كده وصلنا لختام برنامجنا، وان شاء الله تكونوا فعلا استفدتوا واستمتعتوا وكل حاجة، فان شاء الله نلقاكم على خير الحلقة الجاية مع مواضيع كمان احلى واحلى واستفادات اكثر. تصبحوا على كل الخير والنجاح والانجاز.